معارك طاحنة تدور رحاها بمدينة تعز جنوبي اليمن في محاولة جديدة للحرس الجمهوري للسيطرة على ساحة الحرية، حيث يعتصم الآلاف مطالبين بسقوط النظام، محاولة انتهت بالفشل بعد وقوع المدينة في أيدي مسلحين قبليين مؤيدين للثوار. المعارك في جنوب اليمن امتدت إلى مدينة زنجبار، لكن هذه المرة بين مسلحي القاعدة وقوات الجيش التي تمكنت من قتل 30 شخصا من عناصر التنظيم بينهم القيادي حسن العقيلي. وفيما تغرق البلاد في دوامة من العنف، تحدثت مصادر أمريكية أن إصابات الرئيس علي عبد الله صالح جراء الهجوم الأخير هي حروق بليغة في الجسد، فضلا عن انهيار إحدى رئتيه. حديث بعض المسؤولين اليمنيين عن عودة قريبة لصالح دفع اليوم آلاف المحتجين في صنعاء إلى تنظيم مسيرة ضخمة من ساحة التغيير إلى منزل نائب رئيس الجمهورية للمطالبة بإقامة مجلس رئاسي انتقالي وللتأكيد على رفض عودة صالح كرئيس للبلاد مرة أخرى.